نسكن مع علاش ما نسكنش معاها؟ نسكن معاها بطبيعة الحال كل فرحة. بالنسبة لي أنا الإنسان يدخل مثلا مؤسسة الزواج يكون أفضل وأحسن أن الإنسان يستقر. عادي أنني نسكن مع عدوسي علاش لا؟ أنا أمي والدة الأولاد، أنا نبغي مرت خويا تسكن مع أمي وتقابلها. لأنها تاهي راه أم معاها ولدها عادي، فإلا كان هو ولدها بعد المرات كيكون حالات اللي هو الوحيد اللي عندها، ما يمكنش أنا نجي نحرمه منها، خصوصا إلا كانت أم طيبة. أما حتى إلا كانت أم قاسية ما فيها، رطبها ورجعها أم حنونة. دابا الراجل اللي أخذته أنا ما أخذته بلا أم؟ لا، انا عندي الام. لا، مجموعه من الاسباب. بالنسبه لي انا الانسان يدخل مثلا مؤسسه الزواج يكون افضل واحسن ان الانسان يستقر، يعني يكون عايش بوحده. نظري لمجموعه يعني من الاسباب، يعني كيقدر الانسان مثلا يقدر كيبغي ياخذ راحته مع يعني مع الزوجه ديالو، ماشي بداك البعد الاخر. لا، كنهضر انا يعني الحياه الزوجيه كتكون زوونه وكتكون يعني ذات واحد الطابع مستقر ملي تكون منفرد مع الزوجه ديالك، يعني في السكن ديالك يكون هذا يكون افضل احسن انك تعيش مع النسيب ديالك او مع ما بلانش. بالنسبه لي كاين اللي غادي يوافق على هذه العباده، ولكن انا بالنسبه لي لا. انا شرحت لك البلان. انسان اخي مش يكون يعني كنقول لك دابا الرجل او المراه تعيش مع الوالدين ديالو او يعني او هي كتعيش مع الوالدين ديالها واحد الفتره طويله، خصك ضروري تنسالخ عليهم باش انت تلقى راسك. كتلقى راسك في واحد يعني كتلقى راسك وهي كتلقى راسها. المهم يكون افضل، انا تنقول يكون افضل واحسن انك ما تعيش مع انسان. كنهضر على الثقه النفسيه، كنهضر على بزاف د الحوايج، يعني في مجموعه من الابعاد. انسان بغى يتزوج يستقر يدير السكنه ديالو لراسو بعيدا كل بعد على النساب الى اخره، يعني ما يقدر ما يكونش واحد التفاهم. تقدر تكون المنظومه الفكريه ديال الرجل ما كتوافقش مع المنظومه الفكريه ديال المراه ديال دوك النساب. يقدر مثلا يكون الراجل تيبغي يدير شي حويجات، كيبغي مثلا يدير شي ديزاكتيفيتي هو ديالو لراسو، ما يمكنش يكون داك. يقدر يكون دوك النساب ما باغينش هاد العباد، ولكن يكونوا كما قلت لك يكونوا افضل انك تستقر. السلام عليكم. بعدا واش غنقول لك؟ السؤال نسكن معاها علاش ما نسكنش معاها؟ نسكن معاها بطبيعه الحال كل فرحه. دابا حنا عارفين الزواج ديال دابا كل شيء يقول لك شكون المعاصي ومشاكل، ماشي ساكن معاك. وهو صراحه دابا الراجل اللي اخذته انا ما اخذته بلا ام؟ لا، انا عندي الام، انا عندي الام، انا امي والده الاولاد، انا نبغي مرت خويا تكون مع امي وتقابلها. يعني انا كنولد في البنيات، انا عندي احساس. جابت الظروف نسكن معاها، علاش ما نسكنش معاها؟ نسكن معاها علاش ما نسكنش معاها؟ مالا نسكن معاها ونقابلها ونتقابلني ومقابله ليا وليداتي وترد البال ونرد لها البال عادي. انا بالنسبه لي عادي، مرحبا. اش غنقول لك؟ دابا الزواج ما بقاش كيما كان، نقص. علاش؟ على هذا المشكل، على الظاهره. انت كتتعرف عليه تقول لي عندك امك عندك باك؟ لا، ما بقيتش باغي. قبل ما المهم كتلاقى معاه حتى كطول معاه كتقول لي عندك امك عندك باك؟ اسمح لي، علاش؟ شكون اللي ولده؟ مو الزيت وشحال هي زاف كرشه وشحال هي ضاربه عليه تماره، وتجي شي وحده تقول لي لا امك لا. غلط. انا كنولد في البنات، بناتي كبروا تبارك الله. حتى انا ما نبغيش، انا حتى انا كيما شحال من حاجه مخيله في راسي. نقارد علاش نقارد؟ الزواج نقارد علاش؟ بهذه الظاهره اللي ولات عندك امك ما كتبقاش البنت تعيش مع امها مع الام. شنو الاسباب اللي كيخلي البنات ما يسكنوش؟ باغا بحدها، باغا الراجل تشدو، باغا كما كنقولوا بالدارجه حنا المغربيه كامل، باغا تستولي على الراجل، راسها تلبس اللي بغات تخرج اللي بغات. على العدوزه شنو باغا دير لها؟ العدوزه بالعكس شافت الولد فرحان مع مرت ولدو ومساجمين، وراه العدوزه هي غتفرح. كاين شي عدوزه غتبغي المشاكل مع الولد ومرتو؟ الا والله يهديهم. اش غنقولوا؟ الله يهديهم. وكنشكر كامل العقايزات كاملين، وكنشكر عيالات الاولاد، وكنقول عيالات الاولاد الله يهديكم وتهلاو في عدوسكم وتهلاو في عدوسكم. واللي عندها شي ام تهلا فيها، واللي عندها شي عدوزه تهلا فيها، راه كاينه على الموت. والله كنشكركم. سابي على حسب الظروف، على حسب ما كل واحد كيفاش غياخذها. ممكن الحاله تقدر تنسى انسان يسكن على مع نسابه.
الى مثال نقولوا شي واحد ميت ليه خوه وولدو عنده بنته وبغى يزوج الولد خوه ولا باس عليه، وما كيما كنقولوا خيرنا ما يدي غير ما بغاش داك الفلوس ولا بنته تكرفص كنزوج الولد خويا وخا داك ولد خوه فقير، فهمتي اللي كياخذوا على حساب النسب والعصبه على حساب النسب والعائله والسميه، كاين اللي كياخذ من هذه الناحيه على حساب، وهذاك الشيء كتبقى على حساب اراء وعلى حساب تفاهم، والا كان على حساب الا قلنا هذا ما مزيانش مع نسابك علاش غيصيروا لك، هو انت راه الا سكنتي مع والديك حتى راه مشكل على هذا الحساب، الا ما خدينا من هذه الناحيه يعني على حساب الظروف وعلى حساب المجتمع وكيفاش كيتقبلها الانسان، إذا كانوا كيبغيو بعضياتهم وكانت لاباس عليها وكان هو كيبغيها وهي لاباس عليه، ظروف حالات عطا الله. دابا اش قلنا لك دابا حنا على حساب الفكره والظروف الظروف كيف الرؤيه ديال الاسره ديالك انت كيفاش كتفكر فيها. دابا الا انت كنت باغي تبني الاسره وكنتي مثال مع واحد السيده كتبغيها وعندك باني مع واحد مخطط محدد في الاسره وفي طريقه حتى طريقه الاكل طريقه المعيشه في الدار اللباس، يعني اوبليجي عليك ما تفرض ما تكونش معك شي واحد لا معك لا باك لا موك لا باها لا مها لا خو اللي كنتي مفاهمين، والا كانت هي مفاهمه مع موك وكنتو نتوما مرتاحين ولا كانت موك بوحدها ما يمكنش تخليها، هذا كيوقع. بالعكس شوف كلشي ممكن الحسد الاستثناءات كيكونوا على حساب هو الافكار اللي كتداول والمجتمع كيفاش كياخذ الحاجه والاختلاف رحمه حسب الله اشوف والله يالف من القلوب القلوب هي كلشي، تقدر تكون شمع هذا وانت وياه في راسك كتبقى على حساب الخاطر، المفاهمه هو الاصل. الله يوفق الجميع. نقبل غنسكن مع هذا السي علاش لا، هاد الظاهره اللي انقرضت مؤخرا بزاف ولاو بزاف الناس كتهربوا منها وبزاف الناس كيتشرطوا، ولكن انا بالنسبه لي شيء عادي جدا، عادي انني نسكن مع عدوسي علاش لا، لان هي راه ام معها ولدها عادي، فلا كان هو ولدها وبعض المرات كيكون حالات اللي هو الوحيد اللي عندها ما يمكنش انا نجي نحرم منها، خصوصا انا كانت ام طيبه، اما حتى كانت ام قاسيه ما فيها رطبها ورجعها رجعهم ام حنونه، نعاملها كيف امي فاكيد مني غنعاملها كيف الام ديالي، فاكيد مع الوقت راه تيا تعاملني بحال بنتها، وكاينين اللي عندهم تلاقي من الاول كيعاملوا العرس ولدهم بحال بنتهم علاش لا؟ كاينين، ولكن راه ما تنساش بعض الزوجات راه هما كيحسوا لهاد العدوزه هذه بهذه المعامله، بالعكس لانه كون خلات ولدها يحل فم الام ديالو يتعامل مع الام ديالو مزيان يسقسي فيها يبقى قريب ليها وما يعني تعدل تخلي زوجها يعدل ما بينها وبين الام ديالها في في الحياه، فاكيد الام كتحط حساكه، ولكن ملي كتزوجها كتولي ما تمشيش عند امك اسال لا هذه الحاجه علاش شريتيها، لا هذه الحاجه علاش درتيها، لا انا 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 خاصني في الدار وانت مشيتي خسرتي فلوسك على والدين، لا احنا مخصوصين وانت مشيتي عطيتي، فاكيد الام كتحس براسها هكا، لان انت راه غير زوجه، والزوجه راه ربي راه غير شرك بينك وبينه بواحد العقد، وحل لك شكون زوجها لي، ولكن هذيك راه ام حمت بيه وتعذبت بيه وعاشت الحياه القاسيه باش تكبره، غنجي انا ونحرمها منه حق لا انا مراتك انا مراتك اه احترمني اه، ولكن امك هذيك حتى هي امك هذيك، فغنقول لها ما عرفتوش شكون هو بعدا ولا هي شكون هي، ولكن في حاله ما قسم الله وكتب لي الله انني نكون زوجه، فغنقول لها غير تعاملني كيف بنتها غنعاملها كيف الام ديالي غنحطها فوق راسي، لان كيف ما تعامل واخا انا في هذه القضيه هذه انا واخا تعاملني مثلا خايب غنحاول نكسبها، ولكن حتى لو ما كسبتهاش القليله غنعطيها الثقه بلا ما نأديها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.